السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهد الفيديو. هذا الجزائري يرد على المغاربة والطوابير الجزائرية. كان واحد المروكي يهبي فيهم، قال لهم باللي الجزائر ما عندهاش الغاز، عبالك حنا نمشيو بالديو ديريكت. الجزائري هذا ذلهم بأتم المعنى الكلمة. تفرج معايا تشوف الفيديو. غاز البوتان. وكل قارورة تتمشي من الحانوت ما تهمناش كل اللي خداها تتسوى الدولة 97 درهم، ودير حساب مع راسك. هاد البوطه اللي كتشوف عزيزي المواطن واللي كدير 40 درهم ما غاديش تبقى ب 40 درهم، غادي تولي 140 درهم قريبا. هاد الشيء اللي عنات عليه الحكومه رسميا قبل يومين، فاش قالت انها تنوي رفع دعم هذا البوطه، يعني بذلك ان البوطه اللي كنتي كتشري ب 40 درهم غادي تولي تشريها ب 140 درهم وانت مغمض عينيك. الحكومة الحقيقة مش حتقدر تغمض عيني، وإلا عندك الفران أو الدوش ديال الغاز محال واش تقدك 1000 درهم في البوطات الشهرية. وإذا طبق هذا القرار غادي يكون بمثابة رصاصة رحمة للمواطن، وغادي يسالي مع الدرويش ومع الطبقة المتوسطة، ويمكن كاملين غادي يرجعوا للحطب. أي شيء شتا الحق وسنا قالوا عليه بال، كيف حد دير تخطب ولا كيف دير أخلاق دار شرك؟ أنت مشغل أنت، شوف الجبانة الجبانة أنت الجبانة ربيع الجبانه الكرا، عمتك لوبيا، شي عمتك انت، شوف عمتك انت كاين سيرفيس. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وانا خير. يا شي راك داير حكايه وحدك وتصور في اللوبيا وعمتك اللوبيا والعدس وفرحان، شو راك داير انجاز عظيم. فرحان بروحك تصور في العدس وتصور في اللوبيا وعاش الملك وعندنا ملك الملوك وعاش سيدنا وعندنا البنان. يا صاحبي قطو راه ياكل، واش بيك مخلوع؟ واش بيك مخلوع بكرش؟ قطو راه ياكل حبيبي، سيجي ماكلة توما، يعني ما عندكمش عياش، ما عندكمش سيجي داخل من غير الماكلة، والله غير سيري، عياشي، أنا والله بنهبط النيفو ونصور لك نهضر لك على كاشي ونصور لك العدس، أنا راح نصور لك حاجة على بالي أنت في حياتك مازال ما شفتهاش، والحمد لله حنا بلاد الخير، عياشي كيما قال خونا يسي، تبعني نوري لك حاجة العياشي، مانيش خاطر فيك أنت العياشي صغير، في الشتا عياشي أنا ما نفاش باللوبيا والعدس، روح نوري لك العياشي تبعني. تبعني لهيا شي تبعني في الشتاء ادفع باللوبيا والعدس عياشي تعرف هذا واش ما تعرفوش تعرف هذا العياشي اللي ما تعرفوش اسمع الصوت تاع النزيف تاع الغاز اسمع هذا في القصر تاع الملك تاعك عياشي هذا في القصر تاع الملك تاعك وما كاش وشوف شوف 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 تبع شوف العياشي عياشي بالك هذا تحسبه بوطه صغيره ولا قال لك هذا العياشه في المروك عيطوا له البوطه ديال كليو العياشي تبع العياشي تبع شوف انا فاش تندفى بهذه بالغاز وانت تدفى بالعدس واللوبيا وعمتك اللوبيا ودير عليها حكايه شوف العياشي اباك العياشي دخل الدار باش نحكي معاك شوف العرق شوف اباك السخانه راهي في الدار بزاف الفرن راه زايد بزاف اسمح لي غير نحي في 6 دقائق ونتحداك يا العياشي يعني انا كي درت فيديو زعما حبيت ترد علي طريقه هذه بصح درت لك طريقه وما انت على بالي بلي صغير ما تقدرلوش فيديو هذا نتحدى حتى من القصر الملكي تاعك اذا عنده الشعر البسيط هنا شتا هذاك على بالي انت ما تعرفوش على بالي انت مولف تمونطي بقرعه البوطه ديال الغاز يومين ولا في ايام تخلص هذيك البوطه خاوتي الجزائريين هنيئا لكم شهاء دافئ بارك الله فيكم والتحيه الجزائر الله يرحم الشهداء السلام عليكم.